الدورة 31 للقمة العربية التي احتضنتها الجزائر على مدار يومين تتوج بإعلان الجزائر، إعلان توافق بشأنه وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم. قرارات طموحة خرجت بها قمة الجزائر، على رأسها التركيز على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الخلافات في بعض الدول العربية التي تمر بظروف صعبة. التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي ورفض التدخلات الأجنبية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية هي من أهم البنود التي يتضمنها الإعلان. رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية والعمل على تعزيز العلاقات العربية العربية. إعلان الجزائر الذي جاء تتويجاً لاجتماعات على مستوى قادة وزعماء عرب على مدار يومين، سبقتها اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية وتوقيع على وثيقة الوفاق الوطني بين الفصائل الفلسطينية، هو نتاج جهد جزائري دام قرابة سنة.